انت اشرت الجزئيه الثانيه تدخلت مع الازمه القيد الافريقي. ما احنا ده خلاص، ده انت في الفتره دي هتبدا من يوم 20 مباريات دوري الابطال الجديده. ما هو دي نقطه ثانيه. هو انت هتاجل البطوله بعد القيد الافريقي، وهنا هتخش بقى هتلعبها بأني قايمه، هيكون في لعيبه خرجت من عندك بالظبط، ولعيبه داخل لعيبه بالجديده، هيقول لك لعيبه جديده وترتبت مراكز، هتلعب القديم بالقايمه القديمه وتحتسبهم مصابين اللي مشوا. بالظبط، اللي مشي امره على الله. عارف زي ازمه كره اليد، اتحاد كره اليد لما اتعلقت المباراتين بتوع الدوري بتوع السنه اللي فاتت وبدا الموسم الجديد، النادي الاهلي مثلا مشى لعيبه كتيره، سبع لعيبه. طيب اصبح مطلوب منه دلوقتي يلعب المباراتين الفاصلتين للبطوله اللي فاتت بالقائمه القديمه، يجيب الناس ولا يعمل ايه؟ سبع لعيبه ولا يطلع ناشئين. انت عارف يعني ايه سبع لعيبه؟ الفريق و70% منهم او اكتر لعيبه دوليين، والجداد ما يلعبوش، والجداد اللي انت دعمت نفسك بيهم مش هيلعبوا. مش هيلعبوا، فعليك ان انت تواجه الموقف بالناشئين، ما عندكش حل تاني. مش مسألة ناشئين، مراكز القوى هو لن مش هترجع اللي مش لا انت انت لا يمكن اي بطولة تعبر عن حقيقة العدالة وقوى الفرق بهذا الامر، سواء في افريقيا سواء في كرة اليد محليا. هتقول لي الظروف ساقتنا لكده، ما هي الظروف ساقتنا لكده لان احنا من الاول ما بندرسش الموضوع حزمة واحدة. بناخد كل موقف تاخد فيه قرار وبعدين تكتشف تشابكه وتناقضه مع حاجات اخرى. بدليل ان نائب رئيس الاتحاد من كتر الدربكه ما كانش عنده معلومه انه الاتحاد المصري في جواب اتبعت. طيب القيد الافريقي الجديد بقى للبطوله، صحيح ان الاهلي معفى من المشاركه في الادوار التمهيديه، بس الزمالك هيشارك في الادوار التمهيديه والرجاء هيشارك في الادوار التمهيديه للموسم القاري الجديد اللي القيد بتاعه هينتهي 10 نوفمبر. القيد الاول الافريقي 10 نوفمبر، القيد الثاني اللي هو بغرامات تشيل وتحط معاك لغايه من 11 نوفمبر ل 30 نوفمبر. اذا يعني على الارجح وانت بتقول انك طلبت التاجيل، لكن هيبقى في اجنده دوليه مش هتقدر تلعب خلالها. بالظبط، يبقى على الارجح هتلعب بعد الاجنده الدوليه اللي هتنتهي يوم 19. فبالتالي اتقال ان الميعاد المحتمل اللي تردد اعلاميا بالذات في المصادر المغربيه يوم 27. 27 ما علينا من الميعاد لانه هو لسه مش مؤكد. لكن على المؤكد مش هتقدر تلعب، يعني اذا قدرت تلعب ماتش الرجاء مش هتلعب قبل 20 مبدئيا. اذا قدرت ما هو والله ما انا عارف احسبها ازاي، لكن انت كده هتلعب بالقائمه الجديده في الموسم الجديد. انت والزمالك والرجاء. بص، هو بالنسبه للزمالك والرجاء اتقال الميعاد المقترح او المحتمل 3 او 4 نوفمبر. ما هو اذا ما حصلش كده انت داخل في مشكله كبيره جدا. داخل في مشكله هتلعب الماتش ده بأني قوايم؟ ما انت خلاص انت دخلت فيها، لانه النهائي هيبقى في ظل القوام الجديد. معلش، النهائي هيبقى على كل الناس. انت على كل الناس، لان النهائي اللي هيتلعب بقى في الحاله دي الطرفين هيبقوا في نفس الموقف. لكن انت دلوقتي يعني الحقيقه مش عارف اوصفها ازاي. ما يحدث هو ارتباك غير مسبوق، قد تكون الظروف مسؤوله عنه. ايوه، مش عارفين نلوم مين يعني الحقيقه، لكن نرجو في الاخر ان الموضوع ده يتحسم ويتحسم بدري، لان لحد دلوقتي الاتحاد ما اعلنش مواعيد مؤكده، لا المباراه المؤجله بتاعت الزمالك والرجاء في قبل نهائي البطوله الافريقيه، ولا هي دي اللي هتعلن الاول، لانه مبدئيا المفترض هيكون 3 أو 4 عشان يخلص من مشكله وياجل النهائي المره واحده بقى. والنهائي هيخش في الموسم الجديد؟ هيخش لا محاله، وهيتلعب بالقوائم القديمه، بحيث ان كل نادي هيبقى مضطر يستقبي او يستبقي اكبر عدد عنده من اللعيبه. مش بالسهله تفتح صدرك وتمشي الناس. الطرفين اللي متاهلين او الطرف اللي هيتاهل مع الاهلي في النهائي هيحافظ على اكبر عدد من اللعيبه المسجلين الافريقيا والاهلي. طرف النهائي الاثنين لازم هيحافظوا على اكبر عدد ممكن من لعيبتهم. بس خلي بالك، الرجاء والزمالك اللي هيتاهلوا عندهم ماتش في افريقيا، انت بتقول هيبقى يوم 20 مش كده ولا ايه؟ في التصفيات الجديده. ايوه، هيلعبها بأني قايمه؟
ما هو انت هيبقى مضطر. مثلا اقول لك على سبيل المثال الزمالك والرجاء يوم 20 او 21 واحد فيهم هيلعب مباراه في الدور التمهيدي للبطوله الجديده، هيلعبها بالقيد الجديد. بالقيد الجديد، يبقى هو عايز يقيد اللعيبه الجديده بالظبط مصلحته. هيجي بقى يرجع لما لعبش الماتش يوم 3 في ميعاده، هيرجع يقول لك الله ما انا مشيت.